اهلا وسهلا بكم وحياكم الله بحلقه جديده لهذا اليوم من حرير. اكيد حلقتنا راح تكون اليوم استثنائيه ان شاء الله لانه هو اليوم العالمي للطفل، وراح نسلط الضوء اكثر على هذا الموضوع من كل الجوانب، وان شاء الله نكون يعني قدر هذه المسؤوليه ونقدم كل ما عدنا انا وزميلات. شلون سرى؟ ان شاء الله. شلون زينه؟ الحمد لله بخير. شلونك دكتوره؟ انا الحمد لله. انتم شلونكم بنات؟ الحمد لله تمام. خليني ارحب مشاهدينا مره ثانيه، يسعد مساكم. واليوم يصادف اليوم العالمي للطفل، وحتكون حلقة استثنائية راح نحكي بيها عن كل ما يخص الطفل وكل ما يهم الأهل وخصوصا الوالدين بما يخص أساليب التربية الصحيحة وكيفية تعليم الأطفال طرق الدفاع عن نفسهم من يواجهون موقف يتطلب به الدفاع. وأيضا راح يتواجد ويانا ضيوف يعرفوكم على كل ما تحتاجوه بخصوص ملف أطفالنا الأعزاء. كل عام وأطفال العالم كله بخير وسعادة. هاي عودة السرعة نشوف أول مواضيعنا. شكرا دكتورة سارة. وهسه احنا محضرين تقرير بخصوص اليوم الطفل العالمي، راح نروح نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. اليوم هو اليوم العالمي للطفل، ومن سنة 1954 بدأ الاحتفال به بالعشرين من نوفمبر بكل عام لتعزيز الترابط والوعي الدولي بالأطفال وتحسين حالاتهم، وهو أيضا يوم للدفاع عن حقوق الأطفال. الطفل هو البذرة الأساسية لمستقبل المجتمع، بالتالي هو النتاج والمحصول اللي راح نزرعه. دول العالم المتقدمة توفر كل الوسائل التعليمية والطبية والعلمية والترفيهية وتسخرها في سبيل إنجاح وإنتاج جيل جديد متطور ذهنيا وثقافيا وصحيا، لإدراكهم وإيمانهم أن كل هاي الإمكانيات الموفرة لهذا الطفل راح يحصدوها مستقبلا. تختلف مراسيم وأشكال الاحتفال باليوم العالمي للطفل حول العالم. في اليابان مثلا يتم الاحتفال 3 مرات بالسنة. الاحتفالات تكون بالشوارع العامة والناس يلبسون الزي الرسمي. بالإكوادور يلبس الأطفال أقنعة المهرجين. طبعا بالعراق والدول العربية يتم الاحتفال عن طريق تقديم الحلويات للأطفال وإقامة احتفالات تخللها الأغاني والمسابقات. الأطفال هم جيل المستقبل، لازم دائما احنا نحاول نخليهم يتعلمون تعليم صحيح، نحتفل بهم ويكون الاحتفال بشيء بناء، نحاول انه نطور من خلال دراساتهم، من خلال الاهتمام بهم، من خلال توفير المستلزمات اللي نقدر نطلع بها بجيل نفتخر به بالمستقبل على كم من الوعي اللي ممكن احنا نعتمد عليهم كجيل شاب للمستقبل. طبعا وانا اتمنى انه يعني يكون اكو رعايه اكبر بهذا اليوم، ممكن انه المؤسسات تدعم هيك يوم مهم بحيث انه هي تقدم فد مخصصات معينه، فد تشجيع معين للاطفال. اكيد 100% انا وياك بهذه، يعني لازم اليوم المؤسسات تخصص ميزانيه معينه يصرفوها للاطفال العوائل المتعففه. صحيح. اللي هم بحاجه الى هذه الفرحه، بحاجه انه يحسسوهم انتم مهمين، انتم الجيل الجديد، انتم المستقبل، لازم تقدمون افضل ما عندكم، لازم تكونون الافضل دائما. فاحنا هذا الاهتمام شبه معدوم اكثر. مو بس هذه، لازم ماتين نركز على موضوع محو الاميه. تدري احنا عندنا جيل كبير من الاطفال اللي ما متعلمين، لانه مثلا الاهل يشوفون التعليم مو شيء ضروري للاطفال. انا اعرف ناس ساكنين بالخارج بالامارات، تدرون التعليم هناك كلش غالي ويكلف. يعني اعرف عائله عندها 6 اطفال، لانه حتى الام تظل قاعده مرتاحه بالامارات عندها 6 اطفال غير متعلمين، ما تقدر تخليهم مدرسه. زين احنا لازم من نخلف هذول الاطفال يكون عندنا وعي بانه نعرف شلون نضمن لهم مستقبلهم، حياتهم لازم يتعلم. انت شلون راح تامنين على مستقبل اولادك؟ مرات الاهل يكونون انانيين بهذه النقطه، فاني احب اركز على هذا الموضوع، من المهم بان يدرسون الاطفال لانه هذا سلاح بيدهم للمستقبل. صحيح، بس همين التربية أولى، يعني إحنا دائما نهتم بالتعليم ونهمل ناحية التربية، حتى بالمدارس أقصد كمعلمين وكأساتذة، المفروض إنه هم دائما يركزون شلون راح ينطون تربية لهذا الطفل، يوجهوه بالطريقة الصحيحة، لأنه حتى إذا هذا الطفل ما حصل على تعليم صحيح، يمكن إذا هو محصل على تربية صح من يكبر
يمكن أنه هو يقدم شيء لهذا المجتمع بطريقة معينة، لكن إذا هو حصل على تعليم فقط بدون تربية فهو ما راح يخدم المجتمع في كل حال من الأحوال. هو إذا ما حصل على كل المستلزمات اللي هو يحتاجها على التربية، على التعليم، على الاهتمام، على الحب، على أنه أنت مهم، أنت أساسي، وما راح يقدم أي شيء للمجتمع بالتالي. فإحنا اليوم لازم نركز على التعليم. هو عندنا أطفال بصراحة تاركين التعليم، هاي نقطة مهمة جدا طبعاً. عندي بسرعة وأكو شيء هماتين أحب كلش يعني أذكره انتبهت عليه قبل فترة، ماكو التربية الأسرية. تذكرين إحنا كان على وقتنا كان عندنا كتاب التربية الأسرية، علمون الآداب والعادات والتقاليد والأخلاق. هذه حاليا ما موجودة هذه المادة، يعني مع العلم احنا كنا نستمتع بيها لانه كلش بيها هوايه، تعلم الطفل باشياء ممكن يستفاد من عندها، يطلع شخص مهذب راقي يعرف العادات والتقاليد. مع الاسف هسه الماده ما موجوده. والله هي هواية أشياء تغيرت صحيح بالمناهج، وحتى مثلا من تبدلت منطوا مكانها توجيه، يعني مو إنه شالوا هذا الكتاب فصاروا هم ينطون هاي التوجيهات، لا ما حد صار. هسه كل التركيز بالمدارس تشوفين يتعلمون رياضيات وإنجليزي، هذا الدرجة الأولى، وبعدين باقي المواد يعني الساينس العلوم وغيرها. لكن هم جدي يقدمون التربية والتوعية للطفل، أنا مدى ألاحظ أنه هم دي نصحوهم ولا دي يوجهوهم ولا دي ينطوهم، لأنه أنا هم عندي بنية وهم صحيح. مدرسة، فأعرف يعني شنو دا أحكي. ما أشوف توجيه صحيح تربوي، ما أشوف أنا مدى أشوف اليوم المدارس دا تنطي وعي حقيقي أو معلومات حقيقية يستفيد من عدها الطفل، غير اللي موجودة بالكتاب اللي دي يدرس فيه. أصلاً هي الطفولة حالياً ما موجودة، حتى الطفل اللي هو العمر المفروض يكون للطفل ماكو أي متعة له، لا تصرفات ولا تصرفات الطفل ولا تحسين أكبر من عمره. ليش؟ السبب الأساسي يمكن إهمال الأهل. الأهل ملتهين يأسسون، هم مفكرين بتفكيرهم هذا الشيء صحيح، يأسسون حياة مادية مستقبلية لأولادهم قبل ما يفكرون أنه أنا لازم هسه أربيهم عدل حتى من يكبرون يعرفون شلون يديرون هذه الحياة اللي أنا جاي أتعب على مودها. صحيح. ما جاي يعاملوهم بهذه الطريقة، جاي يعاملوهم بطريقة أنه أنت يلا عيش حياتك. فالطفل يكبر يصير أكبر من عمره. يمكن بالفترة الأخيرة أنا شفت فيديو انتشر جريمة بحق الطفولة، اللي هذه البنية اللي اشتهرت أم البنفسج، هل أحكي بهذا الموضوع؟ ليش؟ لأنه هذا استغلال أول شيء من الأهل، استغلال من المجتمع. إحنا لازم نوجه اليوم، يعني ألف الحمد لله الدولة أخذت يعني الإجراءات اللازمة وركزت حتى الأهالي اليوم يكونون هذه تكون عبرة لباقي الأهالي، أنه الأولاد هم مو تجارة ولا مربح، ولا أني أخليها تترك مدرستها وتحس نفسها أنه هي صارت مؤثرة وصارت مشهورة والناس تحبها وتنسى أنه هي طفلة. فعلا أنا شفتها ناسي أنه هي طفلة. إحنا قبل ما كنا نعرف هذه التصرفات، حتى الألوان إحنا محددين بها، الملابس محددين بنوع الملابس، شكل الملابس، الدانتيل، الطول، هذا ممنوع للأطفال. أنا جاي أشوف أطفالي يلبسون هذه الملابس. صحيح. بصراحة. مو بس هذه الزينة، المكياج فول ميك اب خالي لها، انت طفلة هذه يعني شنو؟ الشعر. والاظافر مسوي لها هذا الجل وحايرين شو مسوي لها، ما يصير يعني هذا يعني ما دا افتهم. واكفت فقرة اخرى هماتين انفقدت بالجيل الجديد، ما يباعون افلام كرتون، وافلام الكرتون ان وجدت فهي مسيئة وغير جيدة لفكرة الاطفال. صح. هاي هماتين نقطة مهمة لازم احنا نوعي ونحكي بيها. يعني انا من اباع الكرتون اظل صافنا اقول هاي شنو، هاي شلون يباعون اولاد هسه الكرتونات، ما بها اي عبرة، ما بها اي فائدة، مو يعني بالعكس تأثر على عقلهم، غير لائقة. صحيح. أنا بنفسي شفت هواية برامج أو حتى كرتونات أو ألعاب يشوفوها الأطفال مو مناسبة لعمرهم وبها إيحاءات حتى. صحيح. يعني مو ملائمة لعمرهم أبدا. وبعدين الأهل وين الرقابة؟ يعني أنا إذا بنتي لزمت شيء أو شافت شيء أشوف إيش تشوف، إيش تتفرج، إيش تتابع، المن دا تسمع حتى. مو دكتورة أكو حتى الكرتونات أكو under control، يعني حتى وأن أنت يعني شو نقول مسيطرة عليها، بس هو اللي دا الفكر العالمي دا يبثول الأطفال. صح. دا يغير بأفكار الأطفال. المشكلة يروح الطفل للمدرسة. نعم. يتأثر بالبقية. صحيح. فلانة وعلانة وفلان دا يقول لهاي الأولاد إنه إحنا دا نشوف هذه، وروح شوف فلان وفلان أحلى، وهذا المقطع حتى يعني شغلات بالسوشيال ميديا عامة ترندات يعني بالتيك توك وهاي قلدوها الأطفال، مو ملائمة لعمرهم. صحيح. أبدا. ولا الأطفال صارت تحط ميك اب على جولتيتش، والبنات اللي تخصل عمر كلش صغير. يعني أنا أتذكر وين عمري دخلت أول كلية، الله أمي قبلت أطول أظافري. يعني أصفن على هذا الجيل هسه، مو اللي يصيرون هيك. طبعا كل جيل إلى تربية مختلفة، بس مو هالفرق الشاسع بين إحنا كنا صغار وأولادنا هسه.
والله أنا بناتي هسه يشوفوهم ما يصدقون أعمارهم، لأنه بعدني أحب أحافظ على شكلهم، أحب يعيشون كل مرحلة بكل تفاصيلها، ما أريد يستعجلون. وهذا الحلو، ليش أني أضحي بمراهقتهم وهذا شكلهم الطبيعي الحلو، ليش يستعجلون عليه؟ ملحقين اللي يردوه أسوي لهم إياه، بس كل شيء بوقته الصح. أصلاً أكو أهالي هم يتنمرون على أولادهم، وهم يقولوا لهم مثلا انت شكلك هيكي، انت شعرك كذا، انت عيونك هيك، خشمك هيك، هاي اراد اصلحه، اسوي له عمليه. هم يحفزون اولادهم على هذا الموضوع، بحيث يعني الطفل هو اصلا يتاثر باهله اولا مو بالمدرسه. يبدي الطفل هو فعلا ينزرع براسه انه هو يريد يسوي عمليات، وهو ما عاجبه شكله. واذا ولد او بنيه، حتى انا شفت هوايه اطفال هيكي هم من البيت يتاثرون بهذا الموضوع، او يجي متاثر من المدرسه والاهل يدعمون هذا الموضوع. اي ما يخالف، راح اسوي لك فلان عمليه من تكبرين، راح نعدل لك شعرك ونصبغه غير لون بعد سنتين ثلاثه. المراهقه هو اصلا الشكل كله يتغير، الخشم يصير حجمه اكبر، الوجه كله يصير حجمه اكبر. اي فليش ذا يستعجلون؟ انا دائما احكي اقول لماما صبري، والله كلها تفش كلها تروح، بس ما يستوعبون، لان يقول لك ها فلانه صديقتي سوت. زين صديقتي جوز كان عندها جيوب، لانه هسه هذا الموده ماشيه، يسوون جيوب ويعدلون ويا الخشم. بعدهم اطفال، كل شيء له وقته، يعني حتى عمليات العين مالت الليزر لحد عمره 18 يلا يفضل انه يسووها. بالضبط، ماكو هسه يعني هذا الفكر نفسه غلط نزرعه اصلا بالطفل، انه انت هسه شكلك مو حلو ومن تكبر انه احنا راح نغير شكلك عادي. يعني طبعا، وهي من الاساسيات المدرسه انه هي تخلي الافكار الصحيحه بعقول الاولاد. مرات انا اشوف مو بس على المدرسه اللوم، الاهل همينه. ليش؟ لانه المدرسه تشتكي مثلا من طفل معين انه تصرف ما حلو، قال كلام اكبر من عمره، سبه معينه، فمن يجون الاهل دي يلا ما يخالف، بعدين يكبر عقابل ايش سوى، يلا ما يخالف عادي عديها. المدرسه هنا تقول لك اذا الاهل ما يقبلون اني اربيه واني اعلمه، انا شو اسوي له؟ خلي يكبر مثل ما يكبر. فهنا المدرسة تشيل إيدها، والأهل هم أصلاً مهملين وملتين بحياتهم، ويقول لك هو طفل قابلش حيسوي حيأثر. صحيح. رح تكبر الكلمة وياه، يكبر وينساها، وهي ما سبب ولا ينساها، تبقى وياه ويتعود ويتعلم. صح. الأكبر من عدها، وتصير سهلة على لسانه، ويصير بيوم من الأيام، أنا أقولها يعني قدام كل مشاهدين، إذا بيوم من الأيام هذا الطفل اللي سبه وهو صغير وشتم وهو صغير إجا سبك أنت كأب، سبك وغلط عليك انت كأم، لا تستغربين، لانه انت اعطيتي هذه المساحه وسمحتي له وسهلتي له الموضوع انه شيء عادي وقليل، وتقدر بعدين من تكبر الصلحه هو راح يتمادى ويتجاوز على نفسه وعليكم اولا. طبعا اكيد. وهماتين احب شغله هسه تذكرتها من تحكون، المدارس الاهلي والحكومي. المدارس الاهليه تعطي مجال هواي للطالب، يعني انا اشوفها ما تربي للطالب بصراحه. المدارس الحكوميه لانه هم متفضلين على الاهل بانه الاولاد يعني خلينا نقول ببلاش يعني دا يدرسون، فتشوفهم يعلمون الطالب غصبا عليه، يخلون اسس حتى يمشي عليها، مو مثل المدارس الاهليه يعطوه مجال لانه هو جايب فلوس بابا على قولة الاولاد، كل واحد هالطوله يقول ايه انا جايب فلوسي، زين عاد وين احترام المعلم؟ فاني هذا الموضوع كلش بصراحه ينرفزني، يعني انا من اروح المدرسه الاهليه اقول لهم هذا واجبكم، انتم علمون الطالب، شنو ما عاجبه طالع دا ياخذ راحته يرتاح برا، ليش يعني؟ فأكو أمور لازم نسلط عليها الضوء. طبعاً. هو هذه الحلقة يعني استثنائية، لأنه هو هذا الجيل الجديد اللي أصلاً أساساً لازم نركز عليه، وحلقتنا راح تكون مليئة بهذه المواضيع. ننتقل لموضوع آخر، الأطفال أكيد هم نعمة لازم نقدرها، لكن للأسف مرات تكون بيد أيدي ناس ما تعرف قيمتها. خلينا نروح نشوف هذا التقرير وراجع لكم. الأطفال هم دينة الحياة الدنيا ونعمة الله ينعمها على كل عائلة، وبوجودهم تحلى الحياة. ولكن للأسف أحياناً يجحد الأهل بهاي النعمة وما يعرف يتعامل وياها، ويتخذون أسلوب العنف بدل التربية الصحيحة ويا الأطفال، ما يخلق منهم شخصية مضطربة نفسياً وضعيفة وغير قادرة على مواجهة الحياة. العنف اللي يتوجه للأطفال هو نوعين، نفسي وجسدي، واثنينهم يتركون أثر سلبي بنفوسهم، وتؤدي سوء المعاملة لعواقب كارثية. أولها تبدأ بانخفاض تقدير الذات واحترامها، وتوصل لاضطرابات انفصامية بالشخصية، ناهيكم عن الشعور بالتهميش وانعدام الثقة والاكتئاب، واللي ممكن يتحول الصعوبات التعليمية وصعوبة بتكوين العلاقات والحفاظ عليها.
يدفع العنف ضد الأطفال بينهم لتخريب مستقبلهم. فمن الممكن أن يدفعهم بالمستقبل للانضمام العصابات أو جماعات منحرفة. وأيضا يترك العنف على الأطفال أثر كبير، بحيث يميلون لاستخدام العنف بعلاقاتهم الشخصية بالكبر، ويفضلون فرض السيطرة على الآخرين. أولادكم أمانة بيدكم، حافظوا عليهم، مستقبلهم مرهون بتعاملكم وياهم. أي طفل سعيد. طبعا هي نعمة من رب العالمين، بس لازم يعني للأشخاص اللي يستحقوها ويستاهلونها وقد مسؤوليتها، لأنه المسؤولية أولا لازم نعرف بأنه هذه مو خطوة سهلة. احنا بحاجة إلى وعي أكثر، بحاجة إلى نفرغ نفسنا، بحاجة إلى اهتمام لهذا الطفل أو هذول الأطفال، لأنه احنا ما عندنا طفل واحد بالعراق، لازم يكونوا مجموعة أطفال لكل عائلة. فاحنا لازم نكون واعينا أكثر بأنه هذه مسؤولية، ولازم أنا أكون قدر هذه المسؤولية. مو بس مسؤوليه زينه، يعني انتم منتجون تخلفون هوايه، لازم تعرفون ايش قد امكانياتكم الماديه. انا يعني مو اجي اكوم اولاد وما عندي مثلا اوكلهم اخليهم المدارس، هاي كلها مصاريف. الدنيا دا تغلى يوم ورا يوم، مدى تبقى ذيك الحياه السهله البسيطه اللي اي شيء عندنا الناس تعيش على التموينيه، نروح ونجي ما عليهم شيء، جهال امان بالشارع. هسه الدنيا كلها تغيرت، لازم الاهل يحسبون حساب. انت من حاب تخلف واحد واثنين وثلاثه، لازم انت حاسب حساب مستقبلهم، مو بس المدارس والايام الجايه، لا تحسب حساب حتى للجامعات، لانه الوضع هسه كله اختلف. صحيح اكيد. وبما انه احنا نحكي هسه على العنف ضد الاطفال، دا نشوف العنف اليوم كلش منتشر للاسف، جوا البيت وبرا البيت. يعني قبل شوي كنا نحكي بالمدرسه، هم اكو تعنيف بالمدرسه، حتى بالمدارس الاهليه سرى للاسف الشديد. هوايه مدارس تعتقد انه العنف ضد الطفل هو فقط انه اضرب الطفل، لكن العنف بانواعه هوايه، التنمر هو عنف. صحيح. ضد الطفل. هاي الالفاظ المشوهه اللي يقولها المعلم بحق الطفل هذا عنف. لما اني اقول له انت مو حلو، او ليش طالبه ما تشبهين امك، او طالب انت شو ما طالع على ابوك، او هذا عنف، لانه يعني هذا اذا اجرح الطفل ويبقى بباله وبراسه سنين. لما انا اجي هنا وانت كل شيء ما تفتهم، انت غبي، بعمرك ما راح تصير مثل اهلك، او بعمرك ما راح تصير كذا، هذا شنو الظلم هذا اللي انا اذا اظلمه للطفل؟ هذا هم عنف. العنف مو فقط الضرب، احيانا حتى الضرب يمكن تنسين الالم الجسدي، بس هذا اللفظي والعنف هذا والالم اللي داخلي يمكن كلمة أنا ما أنساها. هي الكلمة تنحفر بالقلب وبالعقل. مدى يحضرني اسم شخصية معروفة أمريكية، يقول أنا من وراء المدرسة مالتي هالقد ما أذتني بالكلام، من كنت بالمدرسة أنا أشكرها، لأن لو ما كلامها هذا المؤذي أنا ما كان نجحت ووصلت للمكان الآن. بس أكيد إيش قد عانى، حتى لو أثر بي لاحقا إيجابي، بس أثر بي بطريقة سلبية. فهو يقول حتى أحب أدزلها شاشة كل سنة حتى تتفرج عليها وشوف أنا وين وصلت وشون نجحت، هالقد ما كانت تأذيه بالكلام. بس مو الكل بهذه القوة والصلابة اللي يقدر يتحمل الكلام. أنا أتذكر يعني أحد المدرسات مرة انكسرت المسطرة بإيدي، عرفتي؟ لا يعني مرات احنا هذا التدريس الحكومي، ليش احنا دائما نذب اللوم على انه التدريس الاهلي مرخين الحبل وما شادين على الطلاب ومخلين الطلاب براحتهم؟ لا، لازم الطلاب مرات يكونون براحتهم، لانه القساوه اللي يشوفوها بالحكومه، مو بس انا، هواي حالات يمكن صايره وياهم هذا الموضوع. أكيد. ضرب المدرس إلى بسبب درس، بسبب معين، بسبب واجب، هذه تصير بسبب وكاحه. هواي اطفال وكحين اليوم او مشاغبين، يحجون مرات يحجي طفل، فالمدرس يعني ضغوطاته ومشاكله يجيبها ويا المدرسه، هذا ما يصلح انه يكون مدرس. انا شفت ذاك يوم طفل ايده مكسوره بسبب مدرس، لأن مدرس ضربه وضربه ضرب شديد. صحيح. زين والبيت شنو؟ البيت، البيت همينه بعنف. البيت موجود، بس احنا جاي نحكي على اللي شويه لازم يشيل عن الطفل. البيت دائما يشوفه، بس المدرسه مرات تكون المكان الوحيد اللي تونس بيه الطفل، اللي يحبه، اللي يشوف بيه اصدقاء. من يروح هو ويشوف عنف بالبيت وعنف بالمدرسه، اي وين يروح هذا الطفل؟ زين انا راح احكي لك بالعكس قصه. بيوم من الايام انا كنت يعني مشرفه بمدرسه معينه واراقب سلوكيات الاطفال، فاجاني طفل ايده محروقه كلها، فاني يعني بحكم شغلي لازم ابلغ الاهل باعتبار انه يعني ما يوقعوا براسنا مثل ما يقولون. فاجيت اتصلت بالاهل، غلسوا على الموضوع، ولا كانه شيء صاير. تكرر الموضوع بعد فتره، حكيت ويا الطفل، من سولفت وياه كان يقول لي بكل صراحه انه
يعني اهله بالبيت هم اللي هيك يسوون مشوين ايده كليته وكلها محترقه. فتخيلي يعني انه مرات المدرسه تكون مسؤوله اكثر من البيت حتى، يعني هاي حتى ما اعرف شنو اعلق بيها، يعني شلون ام وشلون اب اللي هيك يوجه الاطفال يحرق ايده ويحرق رجله، يعني اذا المدرسه ارحم، يعني انا كنت ارحم عليه من امه وابوه. صح والله موجود صح. هذا النوع من العنف يعتبروها بعض الاهل قليلين الوعي والثقافه انه احد انواع التربيه، اللي هو انا راح اخليه يخاف من كل شيء، يجيب الخاشوقه ويتشو الطفل. هذه اسهل شيء انا اشوفه وهواي سامعتها من ناس معروفين انه انا اسوي هذه الطريقه واتبع هذه الطريقه بالتربيه، اقول لا شلون هذا عنف. انا اسمع قلبي قام يوجعني. لا حاطه ايده على الطباخ امه وابوها مراجع تشاوي بالجكاير. يا شنو وهذول عائله متمكنه يعني والله بتعذيب. اكثر المدارس المعروفه والراقيه واهلها على مستوى وهيك مسوين، مو تقولين مثلا ظروفهم الاقتصاديه او وضعهم وطفل يعني هو حرك اكيد حرك، بس يعني اذا هو الطفل عنيد او حرك اسوي شيء اخذ منه شغله يحبها ايش محلاه يمشي مثل الشاطر يسوي شيء هيك يعني صار احسن هيك صار أسوأ بألف مره. صعب جدا ان احنا اليوم نحكي بهذا الموضوع، بس اكيد يعني هذه مسؤوليه كبيره على عاتق كل عائله اليوم عندها اطفال، لان الاطفال هم الجيل الجديد. الكلمه تاثر، الضربه تاثر، العنف هذا ياثر من يكبر راح يكرهك، ولا تلوم الطفل من يكبر ليش كرهك، لانه اكيد بسبب تصرفاتك. مشاهدينا ويانا من بغداد حاليا ضيفتنا المهتمه بشؤون الاطفال جلنار جمال، اهلا وسهلا بيش بحرير، نورتينا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم، يسعد مساك. اهلا وسهلا بيك. طبعا بالبدايه حابين نعرف شنو هو العنف ضد الاطفال، احنا فسرنا كل واحده بطريقتها وبموقف معين شايفته، بس اكيد حابين نعرف من حضرتك. العنف ضد الاطفال هو اي سلوك يتم ويؤذي الطفل، ممكن يكون جسدي، ممكن يكون لفظي، وايضا ممكن يكون حتى الاهمال، ممكن يكون جنسي، فاي شكل من اشكال السلوك العدواني هو يعتبر عنف. نعم من يتم داخل المدارس ويتم داخل الاسر. نعم. عن طريق او نعم كملي من قبل المربي او من قبل الشخص اللي يقوم بدور الرعايه للطفل. اكيد نعم. احكي لنا من هم الاطفال المعرضين للعنف؟ طبعا حسب احصائيات اليونيسيف اغلب اطفال العراق بنسبه 80% للاسف دا يتعرضون للتعنيف بشكل مباشر او غير مباشر، يعني دا يكون تعنيف جسدي او دا يكون لفظي او ممكن حتى عن طريق الانترنت. طيب برايك شلون ممكن نحمي اطفالنا من هذا العنف؟ صراحة يعني يجي شقين، إذا احنا نريد نحمي الطفل نفسه من العنف فاحنا لازم نسوي فد رابطة قوية بين المربي وبين الطفل. نعم. حتى يكون عنده القابلية انه يقول كلمة لا، يعني نقوي ثقته بنفسه. الشغلة الثانية احنا لازم نشتغل على هذا الطفل ونوفر له بيئة كاملة ونعرفه بحقوقه وأيضا بأشكال السلوك العدواني، حتى يوم يتعرض للسلوك العدواني يعرف انه هو لازم يخطو خطوه وانه يقول لاي احد قريب عليه او ممكن حتى يقول مثلا مدرسته للمربي اللي عنده انه انا ترى دا اتعرض السلوك عدواني. نعم. اما بالشق الثاني هو يكون عن طريق تمكين الاسره نفسها، تعرفون الاسر العراقيه دا تمر بظروف صعبه، دا تمر بظرف اقتصادي صعب، ممكن كل هاي الظروف دا تسبب ضغط على المربي وتؤدي الى التوتر العري للمربي وبالتالي الى التعنيف، فاني يوم امكن الاسره، يوم اوفر مراكز دعم، تقدم الدعم المباشر النفسي للمربي، هذا كلش هواي حيقلل من العنف، ايضا لازم يكون اكو دور فعال لمراكز تكون مسؤوله مدربه انه تعرف المشاكل التعنيف اللي تصير بالمدارس وتبلغ عنها. كلش ضروري واحنا محتاجين انه نفعل دور المرشد الاجتماعي اللي كان موجود داخل المدرسه، للاسف احنا ما نشوفه هالفتره. النقطه المهمه انه اكو تفعيل حقيقي لتطبيق القوانين، احنا عندنا قوانين تحمي الطفوله لكن عندنا عجز بتطبيق القوانين. نعم. طيب اليوم احنا اذا نحكي بصوره واقعيه اكثر وبنسبه وتناسب، ايش قد نسبه الاطفال المعنفين اليوم بالعراق ونسبه العنف بشكل تقريبي؟ للاسف
أنا حسب ما ذكرت إنه اليونيسيف ذكرت بالإحصائيات ما تحنا حد الآن ما عندنا إحصائيات دقيقة. أنا يوم حاولت جدا إنه أتواصل ويا الشرطة المجتمعية حتى أحصل نسب دقيقة أذكرها، لكن اللي حصلته إنه اليونيسيف تقول 80% من أطفال العراق دا يتعرضون للتعنيف. نسبة كبيرة جدا للأسف. نعم. هل أكو قانون يحمي الأطفال من العنف في العراق؟ يعني. يعني يعتبر العراق من اول الدول اللي وافقت على ال كانت نقول انه هي القوانين تخص الطفوله، لكن للاسف عندنا عجز. احنا عندنا قانون الماده الدستور 29 وماده بالدستور 30 والماده 37 كلها تحمي الطفوله. الماده 29 تحمي الطفل من اهله وطالب حقوقه من اهله. المادة 30 هي تحكي عن ضمان حق الطفل والاسره من الحكومة والمجتمع. مادة 37 أصلا تمنع عمالة الأطفال. عندنا قانون العقوبات العراقي ويمنع العنف ضد الأطفال ويصل من 3 سنوات إلى مؤبد ممكن وإلى الإعدام في حالة يتعرضون للتحرش الجنسي. بس للأسف إحنا دا نشوف أكو عجز، أكو خلل واضح بين التنظيم بين الأسرة والمدرسة وبين البرلمان وبين الحكومة، فتشوفون أكو خلل وأكو خلل بالتطبيق التام. طيب رأيك أكو مبررات للعنف ضد الطفل تحت أي مسمى من اللي ذكرتيهم؟ مهما كان أكو مبرر لهذا العنف سواء كان بالبيت أو بالمدرسة وشنو هو؟ لا أبداً العنف لا يبرر. لا يبرر العنف لا بالعرف ولا بالتقليد ولا حتى بالدين الإسلامي. أنا أعرف فد ناس يستشهدون أنه الدين الإسلامي حرض على الضرب. للأسف لا يبرر العنف لأنه المشاكل ممكن يؤديها على الطفولة كلش خطرة وتؤدي أصلاً تهلكة بالمجتمع. نعم. زين احنا اليوم يعني بهذا الوعي بهذا الإدراك بهذا التطور والثقافة اللي المفروض نكون واصلينها كبلد، يعني للأسف أنا أشوف يمكن هالسنة العنف ازداد وظهر وبين وتسلط عليه الضوء أكثر، بس مع هذا العنف ضد الأطفال في تزايد وازدياد. السبب الأساسي من هو الطفل أو السبب الأساسي التطور اللي احنا بيه والحرية الزايدة اللي احنا بيها، ولا السبب الأساسي القانون، ولا السبب الأساسي الأهل نفسهم؟ من هو السبب؟ صراحة هي أكو مجموعة من الأسباب. أول شيء أكو ضغط كلش عالي على الأسرة العراقية، ضغط الاقتصادي، المشاكل الموجودة داخل يعني نقول داخل البيئة العراقية. تعرفون إحنا كمجتمعات بيئتنا اندفاعية عنيفة، فالعنف يولد العنف. يعني هو نفس المربي متعرض للعنف بتربيته من هو طفل دا يطبق على أطفاله. الشغلة الثانية إنه هو المربي نفسه ممكن يعاني من مشاكل نفسية، ممكن مشاكل بالصحة العقلية وللأسف ما يتم الكشف عنها بحجة إنه العيب وما يصير وإنه طبيب النفسي مو حال أي طبيب. فلهذا هاي المشاكل وتراكمها ممكن يظهر على الطفل نفسه عن طريق تعنيف. أيضا حتى نكون واقعيين وصريحين إنه هو التعنيف يعتبر كوسيلة لتفريغ الغضب لتفريغ الإحباط، فيدي يمارسوا الأهل بدون ما يعرفون السبب. يعني دي يمارسوا بطريقة شلون نقول عبارة عن حلقة أو سيركل دتم بدون ما يعرفون السبب وما يعرفون شلون يطلعون من هاي الحلقة. نعم. جولينار، شلون ممكن احنا نعلم ونوعي اولادنا بان يحمون نفسهم من العنف في حال ان تعرضوا له؟ يعني اهم نقطة هي الثقة العالية والتواصل الفعال ما بين المربي والطفل. نعم. كل ما اعطيتي ثقة لهذا الطفل كل ما حتكونين انت مصدر المعلومات الاول، كل ما حتكونين انت مصدر الامان الاول، فحيكون عنده القابلية والقدرة وقوة الشخصية الكافية انه يعبر عن احتياجه، يعبر عن المشكلة اللي يتعرض لها، ما يسكت. احنا بس نعلمهم يقولون كلمة لا هي كلش كافي. نعم. طيب شنو النصيحة اللي توجهيها اليوم يعني للأهالي بمناسبة يوم الطفل؟ يتوعون حول مساوئ العنف. طبعا هو يوم الطفل يعني هو رساله. نعم. لحقوق الطفل، فاني اتمنى انه كل الاهالي
يضمنون حقوق أطفالهم، ذولا هم البراعم، هم بداية هذا المجتمع الكبير. أي أب أو أم يحس إنه دا يواجه مشاكل نفسية، ردات فعل عالية، يلاحظ على نفسه سلوك عدواني، أتمنى يتوجه لأي طبيب نفسي أو أي استشاري نفسي. والله مو عيب، والله مو عيب، يعني احنا نقلل من الجرائم اللي تصير بالمجتمع. يمكن احنا كنا شفنا جريمة موسى وجريمة الطفلة اللي صارت بالأعظمية وغيرها. أوجه رسالة مو بس للأهالي، أوجه لأهل الأهالي، إذا لاحظتوا سلوك عدواني على أطفالكم أو على أهالي اللي يمارسوا على الأطفال، رجاءً تبادرون وتدخلوهم لأي مركز نفسي أو أي استشاري نفسي أو استشاري أسري. نعم. وإنتوا كسروا هاي الحلقة إن شاء الله. حلقة العنف حلقة مستمرة، فإنتوا كسروها إن شاء الله. شكراً لوجودك ويانا. شكراً جزيلاً إلك. ومشاهدينا ننتقل لتقرير آخر، برنامجنا عن التربية. هل تختلف تربية الولد عن تربية البنية؟ نشوف التفاصيل وراجعين نتناقش وياكم. تربية الأطفال هل تختلف بين الولد والبنية؟ لو هي نفسها التربية تكون وحدة يعتمدها الأم والأب بين الاثنين. التربية بشكل عام لازم تتوفر بها المبادئ مثل الحب والاهتمام والدعم المعنوي، إلى جانب مراعاة الفروق الشخصية بين الأطفال. فكل طفل له خصوصية ويمتلك نقاط قوة وضعف واهتمامات وهوايات ومهارات مختلفة، لهذا من واجب الأهل مراعاة هالشيء. أهل الاختصاص يقولون بأن التربية هي وحدة بين الولد والبنية، لكنها تختلف بمرحلة المراهقة، لأن طبيعة الاهتمامات والأزمات اللي تمر بها البنات تختلف عن اللي يمر بها الولد، وهذا يحتاج استعمال أساليب تتناسب وياهم. إذن لابد من عدم تمييز الأهل بين الولد والبنية بالتربية، والتركيز بس على زرع المبادئ والقيم الحقيقية الإيجابية بيهم، حتى يكونون أفراد صالحين بمجتمعهم. طبعا احنا شقد نقول انه المفروض التربية وحدة، فيما عدا الفروقات الاهتمامات هي المفروض تكون تختلف، لكن للأسف اذا رجعنا للواقع التربية بمجتمعنا للولد تختلف تماما عن البنية، والأسباب معروفة. ما هو المجتمع يفرض عليك تربية الولد تختلف، لأنه الناس طريقة تعاملها، حتى وإن شتي أنت مثلا عندك فكر معين مختلف حاببة أن مثلا تربيهم اثنيناتهم نفس الطريقة، بس ما ترهم، المجتمع ما يقبل والعادات والتقاليد ما تم تقبل، وإن حاولنا راح تحسين صار أكو فت خلل. ليش؟ لما راح تقدري تتعايشين ويا المجتمع طبعاً. فنضطرين أنه تعامليهم طريقة مختلفة، الولد يتربى شكل والبنية تتربى بس شكل. أكو عوائل هواية عندها تفاوت بين تربية البنية وتربية الولد. أكيد أكو فروقات، أنا مع أن تكون أكو فروقات، لأن الاهتمامات تختلف باختلاف صحيح. الجنس صح. لكن أكو اختلافات شاسعة، يعني أكو يربون الولد اختلاف شاسع أنه الممنوع مسموح إلى بطريقة مباحة، بشكل أنه الطفل الولد عادي يضرب وعادي يصيح وعادي يسب وعادي يشتم، وعادي حتى أنه هو بالضحك يتحرش ببعض البنات أنه هو ولد عادي، بس البنية كل شيء ممنوع ممنوع ممنوع. مو لهالدرجة من التفاوت، وعلى أساس التبرير أنه المجتمع يفرض. لا، المجتمع ما يفرض أنه تربين ولد وقح، ما يفرض، احنا هيك اذا نفرض. صح 100%، بس يمكن قبل كانت تربيه البنيه اصعب نشوفها من تربيه الولد، بس بهذه الفتره وبهذا الجيل الحالي انا اشوف تربيه الولد اصعب من تربيه البنيه، لانه البنيه يمكن عقلها اكبر، فكرها اكبر من الولد او اكبر من عمرها حتى، فهي تسمع الكلام هذا بطبيعتها، الولد عكس هيك، فصعب التعامل ويا الولد، لانه يعني بباله وصلت هذه الفكره انه اني اختلف عن البنيه، اني كل شيء مسموح لي والبنيه ما مسموح لها اي شيء، فهو من صغير متعلم على هذه الطبيعه، فيشوف انه عادي انا اسوي اللي اريده، والاهل راح يواجهون صعوبه بهذا الموضوع اذا هم فرقوا بالبدايه بين انه انت ولد وانت بنيه، وطريقه التعامل وياك تختلف، وانت ما مسموح لك وانت لا، عيب عيب. البنيه دائما يعاملوها بانه انت عيب، تصرفاتك عيب، اذا تطلعين عيب، اذا تحكين ويا احد عيب. الولد لا، الولد يعاملوه بانه انت يعني تسوي اللي تريده، واهلك واختك وبيتك عيب الناس تشوفه، بس انت عادي تشوف بيوت العالم وتروح وتشوف بنات وتعيش حياتك. من يجي الموضوع يوصل عندنا احنا ما راح نقبل بيه.
محياتك العيب للولد وللبنية صحيح. والسمعة للولد وللبنية بالطبع. ليش احنا من نجي نخطب نروح نسأل على الولد وأهل الولد صحيح. لأن هاي هم سمعة الولد اللي مثلا يكون متعدد العلاقات عدم مكسرات مثل ما احنا نقول يسوي مشاكل ترى الأهل المحترمة ما راح تقبل البنتهم فنفس الشكل السمعة على الولد وعلى البنية والتربية قد ما أقول عيب البنتي أقول عيب الابني هماتين ما يصير ماكو تفاوت بهذا الموضوع لازم الناس تعرف أنه العيب يمشي على الولد وعلى البنية باختلافات معينة حسب المجتمع اللي يفرضها علينا طبعا أنا ها وجهة نظري أنا أتفق وياك سرعة لأنه هيك إحنا دنبني شباب يعني مدللين الى درجه مو العكس انت من تخلين ابنك كل شيء مسموح له انت مو راح تطلعي رجال بالعكس راح تطلعي فاسد صح راح تطلعي هو ما عنده حدود وكل شيء مباح له فش راح يطلع هذا 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 الطفل شنو راح يطلع راح يطلع معتقد انه هو ماكو فشي ما يقدر يسوي ماكو ما راح يتحمل المسؤوليه حتى ثقته بنفسه تتاثر لانه انت اذا ما حاطه حدود وياهو صح وياهو غلط وشنو مسموح وشنو ما مسموح لانه هو ولد راح يطلع ما يعرف شنو الصح وشنو الغلط صح. فحتى ثقته بنفسه بمواجهه الاخرين والمجتمع راح تتغير راح تتاثر بالمستقبل يجوز ما يبين بالبدايه بس اكيد يبين بعدين وطبعا الان اشوف تربيه الولد والبنيه صعبه اثنيناتهم لكن كل وحده صعوباتها تختلف يعني صح. البنيه عندها صعوبات مختلفه بمجتمعنا والولد هم يعني صعوبات مختلفه يعني الام او الاب يحمون البنيه من جهه والولد من جهه ثانيه باعتبار البنيه مثلا هم عندها تمرد عندها دلع زايد تريد تفرض نفسها تريد امور ما يتطلبها الولد والولد هم عدوانيه احيانا يعني كل شيء يتعارك هم كل واحد عنده مشاكله فالتربيه بكل الاحوال هي صعبه نعم صحيح طبعاً مشاهدينا ضيفنا لهذا اليوم الكابتن أمين صالح أهلاً وسهلاً بك ونورتنا يا هلا مساء الخير أهلاً نورتنا بحرير مساء النور عليكم يا حسام مساء الأنوار احكي لنا شلون بدأت قصة ابنك محمد ويا الرياضة هلا محمد بالنسبة للرياضة أنا ممارس رياضة ومدرب للرياضة نعم وبالرياضة عندنا أسلوب حياة يعني حياة يومية بالنسبة لنا لهيك عم نتمرن بالرياضة حتى عم بتقوي تركيزه بتساعده على قوة الشخصية نعم النوم الراكز يعني هيك الاشياء يعني يصرف طاقته بشيء ايجابي ايوه وحتى بتنمي له عضلاته النوم تبعه بتتغير نعم. حتى شخصيته قوة الشخصية تبعه مالته بتتغير كمان جميل. طيب انت ليش اختاريت الدخل لهذا المجال لانه انت عندك هاي الاهتمامات او شو السبب انا اوكي انا عندي هذا الاهتمام بس الرياضة كمان هي شيء حلو للولد صح انه بتقوي له شخصيته حتى هو بيصير يدافع عن حاله انه تعرض اي حدا عليه حتى بالمدرسة بالدروس او كذا هو عنده تركيز كامل الماما بالرياضة بصير عنده نشاط عنده حيوية بضل مخه نشيط بها من هالأسلوب طيب انت شفت فرق ما بين شخصيته قبل ما يعني يتجه بمجال الرياضة وما بين بعد هي اكيد فرق كتير معي لانه بالرياضة تنشطت الذاكرة تبعته قويت شخصيته صار فعاليته اقوى واثق من حاله اكتر اما من دون الرياضة دائما خمول دائما نوم ما في حتى بالاجتماعية ما في اجتماعية وخوف دائما عنده طيب نوع الاكل يعني يختلف انتوا تاكلوا اكل صحي لو ياكل حلويات ومشروبات غازيه مثل باقي الاطفال هلا في اكل صحي اكيد هو خصيصا لما فات بمجال الرياضه نعم. وتعمق فيه وحب اللعبه
صار يهتم هو بهذا الموضوع. ممتاز. صار يهتم بأكله، صار يهتم إنه يطلع جسم حلو، رياضة حلوة، حتى وقت بيمشي وحتى لما بيلعب بيحب يتصور إنه أنا لاعب كذا. مين ما تعرف عليه من هذا الموضوع. يعني أنت شنو طموحك اليوم ويا يعني شنو وين تريده يوصل؟ هلا أنا دائما بدور على سلامة جسمه وعلى سلامة إنه دروسه يكفيه للأخير، بيهمني إنه هو اللي يصير اللي بده إياه. وزايد عن هيك صار بطل عالمي. اوكي ما شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا احنا محمد موجود ويانا بالاستوديو، فحابين نعرف شنو الحركات اللي محضرها والفعاليات اللي محضرها. تمام. هاي محمد في عرضت لكم كم حركه. هلا محمد، شلونك محمد؟ نورتنا اليوم. نريد نشوف شنو عندك حركات اليوم تراوينا اياها. يلا بلش بابا. يلا جو. درونك. بصوت قوي. درونك. ايوه. ريا. ايوه. باتما. سو كتاب. رابسو. سو. مترونك. مطمط. سكتي. كاوترونك. تكشير. غرادو. تيب. شادو فايت. جو. كفي ما شاء الله. عافية. بوش أب. نعمل بوش أب. هاي الحركات كلها أنت علمت إياها. تمام. طيب وهذه بعضها الدفاع على النفس، مثل مدن شو؟ طيب شنو يعني لما علمت هذه الحركات شنو كان الهدف هنا من تعليمك كل هاي الحركات بالذات الطفل بهذا العمر؟ هلا انا اول شيء فت مجال انه يتعلم الرياضه بشكل عام، يقوي جسمه، يقوي تركيزه حتى يوثق بحاله. ثاني شيء انا كونه بهاي اللعبه ومدرب حبيته يفوت بالمجال، حب يكفي فيه يعني انه يمارس بهاي اللعبه، كونه انه بتساعد على قوه الشخصيه. نعم. عن دفاع عن النفس ان اي حدا تعرض له. حتى بيلغي موضوع الانترنت، الايباد هذا كيف بينشال من قاموس من البيت، بيصير يتابع الرياضه اهم ما يتابع هيك شغلات. طبعا انا هسه ولا بدي اقاطعك، لاحظت انه حتى من تكرمون حذاءه راح من عنده ظل مستمر، وهذا دليل على ثقته بنفسه. صحيح. وما اثر عليه ولا انزعج وكمل الحركات مالته كلش طبيعي، عنده ثبات وواثق من انه حركاته وتصرفه صح وانه عادي، هذا ما اثر عليه، وهذا يدل على انه شخصيته قويه. بطل محمد. يعني ما انحرج ولا ارتبك ولا هذا، طبعا يدل على انه هذه الرياضه تدخل حتى بشخصيه الطفل. انا هم دائما اشجع عليها، تاثر عليه جدا بشكل ايجابي. طيب من خلال هذه الحركات اللي علمتها له هم احتاج انه يستعملها؟ هلا بعض الاحيان اللي بيتعرض له او كذا بيحتاج يتعامل، نحن بنحاول نقول له ما فينا نستعملها باي شيء غير لما نضطر لهذا الشيء نستعمله، غير هيك ما في. لا ما بي شيء طرق الدفاع عن النفس. انه يدافع عن نفسه، انه بس حدا يتعرض لك دائما دافع عن نفسه، عن نفسه بهي الطريقه هو صار واثق من حاله. اي واحد يحكي معه صار عنده رده فعل قويه، يعني بفوت عليه بقوه، ما عنده خوف، ما عنده تردد بهذا الموضوع. زين. طيب اذا كانت بنت هم نقدر نعلمها هذه الفنون القتاليه لو تختلف؟ اكيد، حتى شخصيه البنات افضل من شخصيه الشاب بهي الالعاب القتاليه. صحيح. كوني مدرب انا بيجيني حالات كثير على النادي، اول سؤال بنسال فيه انه الولد كثير على خمول، بدنا نقوي له شخصيته، بدنا نتابعه. انا بشتغل على هذا الموضوع، بس المشكله اللي عند الاهل ما بيستمروا بهذا الموضوع، مفكرين الرياضه انه يوم يومين وبس. هو شيء غلط، هذا اسلوب حياه، لازم حياة. يمشي. صحيح. انا عندي مثلا اولاد من عمر 3 سنين ببلشوا رياضه. انا العائله كلها رياضيه. نعم. طيب شفت عند محمد يعني مبادرات انه هو يعلم اللي بعمره اللي وياه بالمدرسه هذه الحركات؟ اكيد. هلا هو بنادي تورنيدو دائما هو يعني سيستم كوتش، دائما هو اللي بيعرض الحركات، دائما هو اللي بيعمل كوتش عليهم، دائما هو بيعلمهم، حتى بيجذب الطلاب الثانيين والاهالي انه يطلعوا عليه كرمال يتعلموا هاي اللعبه او يشوفوا ويحبوا هذا الشيء. اكيد، وهذا الفضل يرجع لك انت يعني كعائله، علمته على انه هو الاساسي، هو لازم يسيطر على نفسه، على ردات فعله. فاني اليوم اريد اركز على هذه النقطه، انه الاهل هم التاثير الاكبر، هي المشكله مو بالطفل، ولا الطفل هو يعني طفل اذكى من طفل، هو طفل عقليته واحده. احنا نقدر نزرع بهذه التفكير انه انت مهم وانت قادر، واحنا نقدر نحبطه ونقول له انت ما تقدر على شيء. مزبوط 100%. هلا دليل على هذا الشيء انه انا مفوت مثلا الاولاد تبعي بمجال الرياضه، في اكو عالم بوقت اللي بيجوا لعندي على النادي
بدهم يتمرنوا. بسألوا ابنك يعني ما عنده ثقافة رياضية، بيقول لي ما عنده بنوب، وهو بيكون يا حرام عمره 12 سنة 13 سنة، بقول له كيف كان عايش حياته؟ بيقول لي على الآيباد وعلى الإنترنت، بقول له هذا الشيء غلط. أنت والولد منطوي كليا، منطوي ضعيف الشخصية، بحاول أساعده أنا بهذا الموضوع وبيجيبه على هذا الأساس، وبعد فترة إنه بس يكسب ثقة الولد بهذا الشيء. المشكلة عند الأهل إنه وقفوا إنه خلاص مشي حال، وهذا الشيء غلط، ما بيعتبروا الرياضة استمرار حلو. نعم طيب شو نصيحتك لابنك محمد بمناسبة يوم الطفل العالمي؟ هلا بنصحه دائما يكون البطل هو، دائما يكون الأول بالمدرسة ويكون متفوق بكل شيء. إن شاء الله إن شاء الله يوصل ويحقق كل أهدافه، وإن شاء الله يكونون الأهالي استفادوا من حوارنا اليوم واستفادوا من كل نقاشنا. نتمنى لكم يوم سعيد، انتظرونا بحلقة جاية. باي باي، مع السلامة.